أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تعليق اللوحات المكتوب عليها آيات أو أحاديث على الحائط؟ ما هو بأحسن، لأنها ستسقط وتمتهن، ولأن هذا ليس من عمل السلف، ما كانوا يعلقون على الجدران ولا على السيارات ولا على، إنما كانوا يذكرون الله بألسنتهم، وهذا ما يفيدك شيء أيضا. إذا علقت وش يفيدك؟ ما يفيدك إلا أنك تذكر الله أنت بلسانك وبقلبك إذا كنت تريد الأجر. نعم.